الذي ألمت بهذا الشعب الفلسطيني كان الرفيق مع قافلة الشهداء، وكان عنوانا لهذه المسيرة، وكان دما مخلصا نقيا من أجل القضية الفلسطينية. رحم الله روح شهيدنا البطل طلال أبو ظريف أبو أحمد، رحم الله ثراه. ومن هنا نبرق لشعبنا الفلسطيني كل التحية على صموده، على هذه الحياة الذي عاشها أكثر من 220 يوم أو ما يقارب من القتل والدمار، قتل الشجر والحجر والبشر، ولكن شعبنا الفلسطيني متمترس في أرضه. وهذا هو العنوان، الرفيق طلال أبو ظريفة الذي أبى الهجرة وأبى أن يخرج من أرضه، وأبى إلا أن يكون في المقدمة مدافعا مقاتلا مناضلا من أجل القضية الفلسطينية. رحم الله الشهيد، والتحية لشهدائنا الأبرار، والحرية لأسرانا، والشفاء للجرحى، عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إقليم قطاع غزة. في ليلة الأمس في غارة إسرائيلية جبانة تم اغتيال القائد الوطني الكبير عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية الرفيق طلال أبو ظريف. تلقينا هذا الخبر بكل فخر واعتزاز وبكل تحدي لهذا الاحتلال الغاصب الذي استهدف الكبير والصغير، استهدف الأطفال، استهدف الشيوخ، استهدف النساء، استهدف الأشجار، استهدف كل ما هو متحرك وثابت على هذه الأرض الفلسطينية. هذا الخبر الصاعق الذي وصلنا عن اغتيال طلال الرفيق طلال أبو ظريفة هو يعني مثله مثل باقي أبناء شعبنا الفلسطيني، وهو جزء أصيل من هذا الشعب الفلسطيني وجزء من نضالات هذا الشعب الفلسطيني. ننعى إلى شعبنا الفلسطيني، إلى جبهتنا الباسلة، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في قطاع غزة والضفة الفلسطينية والقدس وأقطار اللجوء والشتات وبلدان المهجر، الرفيق طلال أبو ظريفة أبو أحمد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، الذي كان دائما يعني ينادي ويناشد باسم الوحدة الوطنية، وحدة شعبنا الفلسطيني وإنهاء حالة الانقسام، كان ينادي لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، كان ينادي لعودة اللاجئين حسب قرار 194 من أجل الاستقلال والمساواة وحق العودة.